مساء الخير، مساء السعادة، مساء المحبة والابتسامة، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذه الحلقة اللي راح تجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة. يمكن في هذه الحلقة مشاهدين الكرام مهمة جدا لجميع الشباب سواء رجال أو نساء، اللي من حاب يبتدي مشواره في عالم الاقتصاد وعالم التجارة. في الكثير يقول يا جماعة ما في فرص، يا أخي وين أحط فلوسي؟ ماكو شيء يكفي، والله ما عندي إلا 5000 10000، إيش تبي تسوي لي؟ تدري شلون؟ خلنا نحطهم في سيارة، خلنا نحطهم في شغلة. ليش إحنا دائما أو أغلب الشباب يفكر في هذا التفكير السلبي؟ هل فعلا في فرص عندنا بالكويت؟ زين في فرص استثمارية برا الكويت؟ زين شلون أبتدي مشواري؟ شلون نقدر مع بعضنا البعض؟ نسمع في مشاريع صغيرة، أهمية المشاريع الصغيرة، شنو مشاريع صغيرة يعني؟ شلون نقدر نبتدي هذه الخطوة؟ كل هذه الأمور راح نتعرف عليها في هذا المساء الجميل مع شخصية أبدعت وتألقت في عالم الأعمال وعالم الاقتصاد. ابتدأ كشاب، أي شاب منه يبتدي بوظيفة عامة، وظيفة في قطاع خاص، في قطاع حكومي، وتدرج في هذه الوظيفة. شلون تدرج؟ شلون وصل؟ شلون انتقل؟ شلون استغل خبرته في عالم الاقتصاد ووصل إلى ما وصل إليه، ويعتبر الآن من رجال الدولة ورجال الاقتصاد، مش على مستوى الكويت فقط وعلى مستوى الخليج، ولكن قد يكون على مستوى العالم الاقتصادي بشكل عام. هذا المساء يسعدنا أن يكون معانا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية السيد رجل الأعمال علي الزبيد. مساء الخير أستاذ علي، حياك الله، يا هلا مرحبا فيك، سعيد بلقائي معك. الله يعزك، احنا أسعد طال عمرك. طبعا أبو عبد الله، احنا هذه الحلقة مقسمينها كذا فقرة. نبي نتكلم بالفقرة الأولى مثل ما قلنا للمشاهد الكريم، نبي نتعرف على رجل الأعمال علي الزبيد. شلون بدأت حياتك؟ راشد يقول في بداية الحلقة أن حضرتك بديت حالك كحالنا موظف. نبي نسترسل مع بعض ونعرف المشاهد الكريم على فعلا شنو كانت الوظيفة. الكل يعتقد يا أخوي لازم أنا وظيفتي بالشيء الفلاني والراتب الفلاني حتى أكون نفسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء شاكر لكم على هذا اللقاء. في الحقيقة يعني بداية العمل الحقيقي اللي أخذ عليه أجر كان في عام 79، في إبريل عام 79 في بيت تمويل الكويتي. عملت كموظف في القطاع المصرفي، وفي ذاك الوقت كان يعني لسه ما في أتمتة للأعمال البنوك، كان بيت تمويل الكويتي مؤسسة ناشئة، وكان حتى بعض يراهن أن المؤسسة راح تستمر ولا يعني راح تخفق أو ما تستمر أو تبقى بحجم صغير. كان بدينا كموظف على الكاونتر، وبعدين تعلمنا بعض الأعمال الأخرى، وهكذا إلى أن يعني نمينا مع المؤسسة بحمد الله تعالى. فأعتبر يعني المدرسة الأولى اللي تعلمت فيها العمل كان بيت تمويل الكويتي، واستمريت فيها حوالي 16-17 سنة تقريبا. لكن قبل ذلك حتى لما كنا طلبة في الجامعة كان في هناك بعض الاهتمام يعني من بعض الأخوة أنه يكون في صفحة يعني تتحدث عن الطلاب، عن الاقتصاد والصفحه الطلابيه وحضرتك لك مشاركات. مش عن الاقتصاد، كان صفحه طلابيه، صفحه للنش يعني خلينا نسميهم المحافظين الدينين، ما كان عندهم يعني طله يعني خلينا نقول اعلاميه. فايضا هذه ايضا تجربه كانت في صحيفه الانباء وايد حقيقه، يعني استقلت مهاراتي في الكتابه وعرفت دهاليز يعني بعض وسائل الاعلام في ذلك الحين، قاعد اتكلم عن سنه 75 إلى 77. يعني في تذكر في اول مقال كتبته كان مقالات ولا عباره عن لقاءات؟ لا، هي كانت صفحه، بعدين صارت صفحتين تتكلم عن جامعه الكويت وطلبه جامعه الكويت، فيها عمود اللي هو اللي يعني اكتب فيه رايي مثلا، والباقي كله عباره عن اخبار وتغطيه الاحداث اللي تصير في الجامعه، وبعض المقالات يكتبها الزملاء الاخرين يعني في من طلبه الجامعه. بس قصدي يعني قاعد اتكلم انت عن يعني بداياتي في ممارسه العمل خلينا نسميها. وايضا في السنه النهائيه في الجامعه التحقت لمده شهرين، كان الجامعه يعني تسمح للطلاب ان في سنه التخرج او السنه السابقه للتخرج يستطيع في فتره العطله الصيفيه يلتحق لمده شهرين في احدى الدوائر الحكوميه ويتدرب فيها. فالتحقت في ذاك الوقت في مؤسسة كان اسمها الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية. حضرتك كنت طالب في كلية الاقتصاد أو في طالب في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، كان اسم كليتنا. والتحقت فيها شهرين في الإدارة هذه، وفي قسم الاقتصاد وقسم الإحصاء كان عندهم. يعني هذه البدايات، ها، ف
في البدايات مثل اي طالب، مثل اي موظف ناشئ. نعم. وبعد ذلك طيب يعني مشت فيها الامور. استاذ علي، يعني ليش ما اول ما تخرجت من الجامعه يعني خلنا اقدم على الديوان واتوظف والله وظيفه حكوميه وحالك حال اي شاب كويتي، لماذا طرقت باب الاقتصاد؟ يعني يتهم الشاب الكويتي انه ما يحب العمل، خصوصا حضرتك تكلمت في مثل هذه الجهه التمويليه، دوام صبح ودوام عصر، عدل؟ فيقول لك شاب الكويتي محمد وين داوم صبح وعصر؟ فشنو كان الفكر اللي يختلف عندك في ذاك الوقت؟ لا والله ما يختلف عندي انا عن على الاقل جيلي انا، احنا في بيت التمويل الكويتي يعني قاعد نتكلم عن ما بقول 100% بس تقريبا 90% من المعينين فيما عدا اصحاب الخبره كانوا ياتون من البنوك الاخرى وبعضهم كان حتى كويتيين. نعم. بس 90% المعينين كانوا حديثي التخرج كانوا كله شباب كويتي، فكان بيت التمويل الكويتي حاضنه للخريجين اللي يفيدون من الراغبين في العمل في البنوك. كانت البنوك الاخرى ايضا تستقطب، لكن بيت التمويل الكويتي كان بعض الاخوه خاصه اللي عندهم بعض الالتزام الديني وكذا كانوا ينظرون لان هذه المنشاه اللي راح يعني تعطي يعني نظره خل اقول اسلاميه او دينيه للعمل المالي. نعم. رأيك في الشاب الكويتي؟ قصدي الشاب الكويتي يعني اللي بوصل له ان الشاب الكويتي لم يكن ممتنع عن هذا، بالعكس كان في زمننا على الاقل كان عنده مساحه كبيره ان يختار، يروح حق دائره حكوميه، يروح حق شركه، يروح حق مؤسسه، بس كان عدد لا باس به كان يتجه للعمل اذا اعتبرناه قطاع خاص او مختلط اللي هو البنوك وحتى شركات القطاع النفطي، كان ذاك الوقت يسمى قطاع نفطي وبعضها في كان قطاع مختلط اللي هو كان تملك الدولة يعني 50-40% من بعض الشركات. يعني وجهة نظرك الخاصة شو اللي دفعك؟ أصدقائك، ربعك؟ والله الربع راحوا هني خلنا نروح معاهم نتوظف نفس المكان. لا لا في الحقيقة يعني الربع اللي كنا قاعدين كل واحد بين ميوله، يعني بعض الأخوة كان يعني ميله أنه يدخل في مجال عمل ذو دخل عالي فراح حق القطاع النفطي، كان يعطون almost يعني تقريبا مرة ونص إلى ضعفي الراتب اللي يتعاطى يعني يتقاضى الآخرين في الشركات والدوائر الحكومية. وبعض الأخوة كان عنده نظرة ثانية، بس أنا كان عندي لا، أنا كان موضوع الاقتصاد والبنوك الإسلامية حتى كان مادة التخرج عندي يعني أو أحد المواد الأخيرة كان حلقة نقاش في البنوك الإسلامية، وكنت أنا يعني مصر على يعني الدخول في هذا المجال، وبالتالي أنا كان عندي فرصة أدخل البنك المركزي أو غيره من المؤسسات، لكن أصريت على العمل في بيت التمويل الكويتي. يعني جميل. بعد هذه المرحلة وبيت التمويل الكويتي، يعني الآن يتساءل السؤال أنا يمكن طرحته قبل شوي وحضرتك استفضت في عملية الشاب الكويتي إنه يعمل الشاب الكويتي، ليش هذا الاتهام دائما؟ والله الشاب الكويتي يعني اتكالي الأغلب، ما يحب والله يدش يجرب حظه، خلينا نقول في البعض يقول لك يا أخي أنا وين أقعد أروح أخذ لي مبلغ قرض معين ويمكن أخسر ويمكن أربح، وجهة نظرك في الشاب الكويتي؟ شوف خل نفصل بين الماضي والحاضر. نعم. في الماضي كان هذا الاتهام اتهام تعجيز، بمعنى أنا ما أبي يعني أطعن في أحد، ولكن الأخوة الآخرين من غير الكويتيين اللي كانوا يقودون ويعملون في هذه المؤسسات كانوا يعطون انطباع أن الكويتي ما يشتغل أساس هو ما يجي هني، وبالتالي يتجه إلى دوائر الحكومية أماكن ما فيها لا ينافسهم على يعني أماكنهم حتى يحافظ هو على مكانه، فيقول ما يشتغلون مو زينين، فحتى اللي يلتحق بعد فترة، وهذا حقيقة شفته حتى في تجربتي في قطر. أنا لما رحت قطر وكنت ذاك الوقت نائب مدير عام مصرف قطر الإسلامي فترة وجيزة يمكن سنة واحدة، وهذه مرحلة راح ننتقلها راح نتكلم عنها، بس بغيت أبين حتى في قطر أيضا الأخوة سميهم عرب أو الآخرين العاملين في غير القطريين نفس الفكرة بعد أستاذ علي؟ إيه هذا قاعد أتكلم سنة 97، لا بعدها عشرات ب 20 سنة نفس الفكر يتعاملون؟ نفس الفكر، كان القطريين يون ينحشونهم ما يخلونهم يستمرون، ها يخلون على كتر، ما يدربونا ما يعلمونا، احسن لك روح دوائر حكومية يعطون راتب اكثر مرتاح، او يقول ارتاح مكانك واحنا نسوي الشغل عنك، وبالتالي ما يخلونا يتعلم. انا بس بغيت ابين في الماضي في الكويت على الاقل في الماضي كان نعم هذا الاتهام يعني بين قوسين تعسفي تعجيزي للتعجيز، لكن اليوم يمكن الوضع مختلف، يعني اليوم يمكن يعني هذا جزء منه كان تعسف في ذلك الحين، لكن شوي شوي كثرة يعني قيام الدولة بالتعيينات تكون فيها مش في القطاع الخاص، البطالة المقنعة الكبير اللي صارت في الدوائر الحكومية نعم الآن أعطتها الانطباع لا صار حقيقة، ولكن حقيقة مو لأنه هو المواطن الكويتي مراقب في العمل لا، يعني بس الظروف صارت كذي، صار لما يتعين في الدوائر الحكومية معناته يكون في مكان
ما عنده موقع عمل او ما عنده عمل يقوم فيه اساسا يعني. صحيح. تذكر الموقف صار معك استاذ علي نفس هذه المواقف لما كنت في بدايه حياتك الوظيفيه، وانه فعلا هناك العنصر الاخر العنصر العربي يحاول محاربه العنصر الوطني يعني اجنبي بشكل عام غير ابناء البلد؟ نعم كانوا يعني اللي يشوفونه يشتغل يعتبرون ان هذا يعني مشروع منافس، وبالتالي لابد من تقول عراكيب يقنعونه بكذا، يشتكون عليه عند مدراءهم بانه قاعد يعني يسوي اشياء ويمكن يقع في اخطاء. صحيح. او هم يقودون الاخطاء. نعم كان بس يعني حالات معينه واسماء لا يعني يمكن الحين ما يحضرني يعني. طيب احنا بنتكلم على المرحله الثانيه من حياتك، كيف انتقل رجل اعمال علي الزبيد من موظف في الكونتر مثل ما تفضلت، يعني كل احترام وتقدير اكيد بكل الوظائف، لكن شلون تطورت معك الحاله الاقتصاديه؟ كيف انتهزت الفرص؟ كيف قدمت الفرص؟ كيف رايت انت هذه الفرص؟ بعد الفاصل اسمع اجابتك. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم ان شاء الله. استاذ علي، يعني بعد هذه المرحله الوظيفيه في القطاع الخاص، خبره اعتقد وظيفه 15 او 16 سنه مثل ما تفضلت حضرتك، بعدين وين كانت النقله؟ طبعا قبل هذا كان في ارهاصات لل يعني خلينا نسميه الخروج من بيت التمويل الكويتي او الانتقال حق عمل اخر. كان احد الاخوه الاخ عدنان مسلم استقال من بيت التمويل الكويتي وقال بيسوي شركه وكذا، وصار في حديث بس كان يعني مو اكثر من كذي، الى ان انشئت الشركه هذه في عام 94، وبقى بقت الاوضاع مش مستقره بالنسبه لها. في عام 95 صار في حديث ان انتقل حق دار الاستثمار، وكان دار الاستثمار ذاك الوقت بس شركه مؤسسه براس مال 15 مليون دينار كويتي، وما فيها ما في شيء، ما في في عمل يعني. والتحقنا فيها انا وبعض الاخوه الاخرين، وكانت حقيقه نقله يعني كبيره وايد بالنسبه لي، لان بيت التمويل في ذاك الوقت اصبح يعني المكان اللي تعودت عليه، اعرف كل مداخله ومخارجه كل موظفينه، كنا حوالي 1200 1300 موظف بس يعني الكل معروف بالنسبه لي، اعرف اكبر واحد رئيس مجلس اداره، اصغر موظف، حتى الفراشين اعرفهم يعني، فاهم شو قصدي؟ فانت قاعد تنتقل من بيت وبيئه الى مكان وبيئه جديده تماما مش موجوده اساسا، لازم تنشئها من الصفر. وايضا كنت يعني في مؤسسه يعني في التعبيرات الوظيفيه في استقرار وظيفي صلد. صحيح. يعني انت يعني خلاص لك مكانتك، لك مكانتك وكذا، وقعدت تقدم وظيفيا يعني، بدات وظيفه كلارك وانتهيت الى يعني اشغل اكثر من وظيفه، كان ذاك الوقت يعني مدير اداره تخطيط استراتيجي ومدير اداره البطاقات المصرفيه ومدير مركز تطوير خدمات مصرفيه، قصدي يعني شوف اي يعني في، فانت يعني مو في وضع بسيط يعني. ها وتنتقل حق مؤسسه ما نعرف شلون شغلها، شلون تشتغل، شلون تسوي. كانت اول شركه في حسب علمي اول شركه في العالم يمكن تعمل كمؤسسه تمويل اسلاميه مش مرتبطه او مملوكه لبنك. نعم. بس بحمد الله يعني كانت تجربه ايضا كانت جيدة. شلون خذيت القرار يعني انت الان؟ يعني الان الشاب اللي تابعك استاذ علي، احنا هدفنا في هذا المساء ان اللي يشوف قدامه فرصة، يعني حضرتك الان تشغل ثلاث مناصب كنت، ها، ومن ثم فرصة اخرى في مثل ما تفضلت حضرتك دار استثمار جديدة الى الان لم تدخل السوق، مبلغ موجود، يعني شلون اتخذت القرار في عملية الانتقال؟ ولا هو شوف يعني يمكن في اشياء في داخل بيت التمويل الكويتي اهلتني لهذا. يعني ابتداء انا راح اروح مع اخوه كنت سبق ان عملت معاهم يعني تثق فيهم، تثق بالمجموعه. هذا اول قضيه. القضيه الثانيه الاهم من هذا انه يمكن انا طبيعه العمل اللي انيطت فيه في بيت التمويل الكويتي خاصه في خلينا نقول في الثمان تسع سنوات الاخيره قبل تركي البيت التمويل كان طبيعتها تحدي، يعني اصدار البطاقات المصرفيه، وضع او بدء خدمات الاي تي ام او الصرف الالي، هذه كلها كان ما لها وجود في المؤسسة، فأنت بدأتها من صفر الصفر يعني. صحيح. وما شرينا أنظمة قائمة، لا تم تطويرها داخل المؤسسة، بعض الأخوة الفنيين في ذات الحاسب الآلي وأنا في الجانب المصرفي والمالي والأبريشنال وكذا. وأيضا احنا كنا في بيت التمويل الكويتي كانت أول مؤسسة مالية إسلامية تصدر بطاقات التشارج كارد والديبت كارد في يعني فيزا
ولاحقا ماستر كارد وكذا. وبالتالي التجارب هاي طبيعتها انها انشاء شيء غير موجود من العدم اي نعم. او تحوير شيء قائم تقليدي تبي تحول حق اسلامي، ما كانت قضيه قشمره يعني، كانت تتكلم عن جانب شرعي اول شيء تجتاز الحاجز هذا، ثم جانب قانوني، ثم جانب اوبريشن، ثم جانب اقناع الستاف اللي عندك. ايضا تجربه قبل هذه حتى كانت تجربه التلر او نظام النافذه الواحده للصرافين، يعني كنت في تحدي دائم. فكان طبيعه الخبره اللي تلقيت، طبيعه العمل اللي سويته كان في تحديات، فبالتالي تجربه جديده اوكي تخرع، مكان مش مستقر، مش امين امن وايد، لكن مو مستحيل، بخلاف الشخص اللي اعتاد على نظام نمطي وياي يعني يعني الشخص اللي يمكن زملاء الاخرين يشتغلوا كمدراء فروع او غيرها يمكن ما كان عندهم الجرأة ان يقومون بهالنوع هالخطوه هذه. نعم جميل، يعني اذا الفرص تحتاج الى جرأة، ممكن يعني ناخذ هذه صحيح بالنصيحه من الخبره اللي قاعد حضرتك تتكلم فيها، نستغل هذه الخبره ونلخصها في هذه النقاط او هذه الشروط حتى تكون رجل اقتصاد. لا المهم انسان يتدرب في المكان الامن ويجرب في المكان الخطر. يعني هو انا لما كنت في بيت التمويل الكويتي تدربت وسويت اشياء معك اسلحتك، رايح معك اسلحتك بس انت مستقر ها. نعم. فانت لما بعدين لما تنتقل حق مكان ثاني تبي تجرب، انت عندك الخبره وعندك التجربه يعني. جميل. لما رحت هناك ما كنت تشتاق حق بيت التمويل يعني بين بلا برد ها ما برد بلا بلا وايد يعني كنت دائما في صراع مع نفسي وايد وايد يعني الى ان يعني العشر سنوات لاحقه كان دائما وكنا ولغايه اليوم احنا دائما ندافع عن بيت التمويل. هذه مدرستنا الاولى، مثل واحد يعني فريجهم اللي عاش فيه طول شبابه ما يقدر يعني. جميل. بعد دار الاستثمار كيف كانت؟ هل كانت هذه هي النقله الماديه لرجل الاعمال علي الزبيد ام هناك ايضا خطوه اخرى؟ لا في دار الاستثمار كان في فترتين. انا دار الاستثمار وان كنت يعني استمريت معاهم من 95 ل 2005 لا او 2004، لكن في حقيقه الامر في سنه مقطوعه في الوسط. انا بعد سنتين من وجودي في دار الاستثمار لسبب او لاخر صار في شيء على مستوى مجلس إدارة واختلافات تغيير مجلس وانتخابات جديدة وكذا، وصار عندي رغبة في أني يعني ما أكون في هذا الصراع. وبذات الوقت جتني فرصة، الأخ حامد البدر كان عين في ذلك الوقت مدير عام مصرف قطر الإسلامي وعرض علي تعالي بقى أنت أمسك الريتيل والتمويل وكذا، وهذا اللي حصل. بعد يعني مفاوضات وحديث وكذا انتقلت، وكان تجربة حقيقة هذه أصعب من التجربة الأولى. يعني التجربة الأولى أنت تنتقل من مؤسسة مصرفية إلى شركة استثمار أو شركة تمويل نسبيا صغيرة، كان يعني كأنه واحد طب في حمام سباحة بس ما يعرف يسبح، بس ممكن أي دزة بسيطة يمسك الحدود. لكن النظرة الثانية كانت لا قاعد روحك بحر هذا اللي رحت فيها قطر. إيه كانت تجربة حقيقة يعني صعبة، بس كان اللي مأمني فيها أن التجارب والخبرة اللي عندي اللي كانت في بيت التمويل الكويتي والتحديات اللي واجهتها ثم تجاربي في 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 دار الاستثمار أعطتني حصيلة مهنية يعني أحس أني أنا قوي فيها. لكن يبقى بيئة ثانية، ناس آخرين، ما أعرف كائن من كان في هذا البلد سوى رئيس مجلس إدارة في ذلك الحين كان الأخ خالد السويدي، هذا الوحيد اللي أعرفه، ما أعرف أحد ثاني في الديرة هذه. نعم. وشوي شوي 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 انت الى الان يعني هناك تمثل هذه الغرفه او هذه دار الاستثمار في قطر؟ انا استقلت من دار الاستثمار او هم اعتبروها اجازه من اجازه مفتوحه وانتقلت حق المصرف. بعد مضي 9 أشهر او سنه في المصرف الحمد لله انجزت اعتقد وايد انجازات جيده، بعدين طلبوني الاخوه في دار الاستثمار، وكان عندنا ايضا مشروع لتاسيس شركه استثمار في قطر. السوق القطري في ذاك الوقت سوق بكر وواعد وفي فرص لا منتهيه، بس بقى انت شنو اي سنه هنا نتكلم استاذ علي؟ 96 97. نعم. كانت هناك فرص كثيره وانت لا. محمل بهذه الخبره. لا خبره بيت التمويل وخبره دار الاستثمار قطر في ذلك الحين لو اول ما رايتها يعني دخلت قطر اول مره سنه 96 لما زرتها هناك شفتها كاني قاعد اشوف الكويت في اواخر الستينات كذي، فبيوت طين وفرص واعده في قطاع النفط والغاز، بلد صغير على السكان 600,000 590,000 بالاحرى، 200,000 منهم او اقل كانوا مواطنين والباقي اجانب،
المنازل، منازل الكويت في السبعينيات، فشفت ان هذا بلد يعني واعد، يعني هذه فرصه يعني لن تتكرر لمن يشاء ان يكون فيها. يعني حتى في ذلك قلت حق اخوي ابو بدر، قلت له ترى يعني اللي يدخل الديره وما يتوفج ما يتملين يعني عنده مشكله يعني، ها ما استغل الفرصه. اي بس يعني بحمد الله اعتقد ان انا كنت في الوقت الصح في المكان الصح مع الناس الصح. بعد مضي سنه من عملي في مصر الوطني الاسلامي، انا اسف على المقاطعه استاذ علي، لكن انا بتكلم على النقاط هذه اللي تهمنا احنا كشباب. شنو نظرتك الحين لما تقول يعني شلون شفتها؟ تقول والله كنت اشوفها الكويت الستينات، كنت اشوفها هذه البيوت، هناك فرص، هناك كذا. انت الان محمل بهذه الخبره، الخبره اللي عملت فيها 16 سنه وخبره في دار الاستثمار، ورحت قطر في هذه السنه المجتزه او المقتطعه من حياتك الاقتصاديه اللي هي 96 97. صديقك شار عليك، قال لك تعال تفضلني امسك، تعال شوف المكان. رحت هناك قعدت سنه. شنو الرابط؟ شلون ربطته؟ شلون توقعت لهذا البلد ممكن يكون فيها فرص اقتصاديه كبيره؟ شوف طال عمرك، اول شيء يعني في الكويت في الستينيات، اواخر الستينيات، اتكلم عن 67 الى 72، شفنا ربعنا وجماعتنا واهل فريجنا اللي انتقلوا من الجبله، راحوا الناس راحوا شروا بيوت في الضاحيه، ناس شروا في المنصورية، في النزهة. لا كانت قادسية كانت قائمة، بس بيوت غير. بس يعني وكان يتكلمون عن 7000 10000 القسيمة. وفي سنة 97 لما رحت أنا قطر كانت القسيمة اللي قاعد أتكلم عنها كان 10000، ذاك الحين قاعد أتكلم 200000 300000. فبس قاعد أشوف الفجوة، يعني قاعد أتكلم عن 20-30 ضعف. صحيح. في قطر أيضا في ذلك الوقت، يعني نفس الوقت اللي أنا رحت عندهم أوائل 97، تركتهم يعني قصدي مهنيا، وتركتهم في نهاية 97، رجعت سنة 98 الكويت. في الفترة هذه لما كنت أشوف أراضيهم كذا قاعد يتكلمون عن 27 دينار 28 دينار المتر مربع، مناطق مثل الضاحية ومثل النزهة ومثل المنصورية، فاهم شو قصدي؟ المتر 27 دينار كويتي؟ في ذلك الحين. في ذلك الحين هو 96. اي لا 97 بالأحرى. 97. فكنت ربطت، قلت هذا بعد 10 سنوات باي ديفولت لازم يصير 270 مثلا، يوم قاعد يصير اكثر من كذي، بس قصدي يعني ها يصير 10 اضعاف، قصدي يصير 10 20 يمكن 30 ضعف. لا هي هذه النقطة مو بسيطة جدا، يعني نظرتك المستقبلية لهذا الأمر احنا ما نمر عليه مرور الكرام. لا يعني نظرتك فعلا لا لا عشتها، لأن عشتها، لأن يعني لو شخص مو في سني يمكن انت ما شاف هالشيء، بس انا شفته قدامي في الكويت صار. قلت اكيد راح يصير في قطر، يعني مو اكيد بظني، اكيد يعني انا لما كنت في قطر كنت اشوف انا مسؤول عن الائتمان، اشوف الناس قاعد تسوي ايش قاعد تبني. في نفس الوقت ادري الدوله الحين قاعد تاخذ تمويلات كبيره، عندك معلومات جامعه خاصه الدوله بشكل عام، وقاعده توجهها فقط لقطاع واحد، قطاع الغاز، قطاع النفط. فكان واضح ان الدوله قاعد تستثمر راسماليا، وراح ينعكس هذا على أداء الدولة وعلى اقتصادها وعلى إمكانياتها، بالتأكيد راح يأثر على مداخيل الناس. وبعدين عدد السكان القليل هذا، شنو ما كان إنتاج النفط راح يكون، شنو ما كان إنتاج الغاز، على مستوى السكان هذا المحدود بالتأكيد راح يكون أثره كبير. بدأت تستثمر أموالك الخاصة في قطر في هذا الجانب، في والنظرة المستقبلية موجودة. نعم صح. خطتك راح استمر معاك، وشنو تقول حق الشباب؟ هل فعلا نحن كدولة الكويت مشاريع صغيرة نسمع فيها، شنو مشاريع صغيرة؟ وهل فعلا الشاب الكويتي يستطيع أن يقدم على هذه المشاريع من غير لا يخاف، لكن وفق شروط ومحاذير معينة يجب أن تضع بالحسبان؟ بعد الفاصل نسمع الإجابة إن شاء الله. أستاذ علي، خلنا نشرح حق الناس شنو هي مشاريع صغيرة. الآن نسمع الدولة بنك الصناعي، هناك مجاميع والله تعال الشاب الكويتي قدم لي المشروع اللي أنت تبيه ولك ما تشاء من الدعم ونتشارك معك في هذا المشروع، وإذا خسرت يعني في، وإذا راح هناك لقى الكثير من الشروط التعجيزية الخاصة فيه. شوف يعني قبل أن نتكلم عن الكويت، أساسا كل الاقتصاديات اللي قاعد نشوفها في العالم، كل الاقتصاديات الحرة أمريكا أوروبا أي مكان، كلها بدايتها والحين كل الفرص الجديدة كلها بادئة المشاريع الصغيرة. وبالتالي المشاريع الصغيرة
هذه مو شيء بدع او شيء يعني نبتكره احنا او نبتكر العجله. هذه هي اللي تبدا في 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 سمول سوبر ماركت او دكانه صغيره، وبعدين تصير مئات المحال مثل مارك سبنسر او غيرها، او مثل الفكر اللي بدا في بيل جيتس اللي هو قاعد يتكلم عن شلون الكمبيوتر ويسوي برامج وكذا، والان صار اغنى اغنياء العالم. هذول كلهم بداوا في مشاريع يسموها مشاريع الصغيرة. طبعا مو كل مشاريع الصغيرة راح تنتهي الى هذا، بس قصدي ابين ان هذا المشروع، وبعضهم حتى البقالة اللي بقت منذ 10-20-30 سنة بقالة وما زالت بقالة، ايضا هذا مشاريع صغيرة، عشان بس نكون. وكل الصناعات من كل نوع كلها بدأت في مشاريع صغيرة، لذلك تشوف كل الصناعات الكبيرة مرسيدس بنز مش عارف ايش كلها، ترى اسامي هذول افراد اللي هو الشخص الاول اللي بدأ، سواء كان مصمم او كان ممول، اول مركبه سووها وبعدها صار اسم المركبه واسم الشركه مرتبط اسمه باسمه. نعم، فهذه المشاريع الصغيره. الان في الكويت شنو قصه المشاريع الصغيره؟ طبعا قبل مده 10 سنوات او اكثر او اقل يعني انتبهت الدوله او بعض الاخوه هناك واسست شركه الشركه الكويتيه للمشاريع الصغيره، لكن في الحقيقه يعني هذه او هذا اسمها او اسم اخر، بس هذه الشركه في الحقيقه لم تستطع ان تنجز شيء، يعني اي شيء يستحق ملموس على ارض الواقع، اي شيء يستحق النظر. يعني يمكن نجح مشروع مشروعين بس كلام يعني ما يليق في شركه مدعومه من الدوله، من هيئه عمل استثمار، من من البنك الصناعي، دعم كبير. الان حديث اخر، ان الان اصلا المشكله ما قاعد يفكرون مشاريع صغيره، ما قاعد يفكرون في حاضنة أو مكان لاستقبال القادمين لسوق العمل جدد. ما عاد الدولة تستطيع استيعاب، إذا كان الحين حسب تصريح وزير الدولة أن ثلثي أو ثلاثة أرباع الموظفين فائض عن حاجة، العاملين في الدولة فائض عن حاجة العمل، وبالتالي ما بالإمكان الدولة أن تستوعب أي عاملين جدد، وبالتالي كانت الفكرة الأساسية هي إيجاد حاضنة لاستيعاب هؤلاء الجدد، خاصة القطاع الخاص حقيقة يعني تعب وأنهك من عام 2007 و2008 لغاية اليوم، أنهك تماما بحيث أنه أصبح ما عنده قدرة حتى يحتفظ بالعاملين الكويتيين عنده، دعاً كنا يستقبل أو يعين آخرين جدد. حتى في ظل الدعم من الحكومة القطاع الخاص، ماكو دعم القطاع الخاص، ما نبي نتكلم كلام مو صحيح. ليس هناك دولة الكويت الدولة الوحيدة اللي لم تقدم أي دعم whatsoever للقطاع الخاص، مش على اجتياز عثراته والأخطاء اللي وقعوا فيها بعض الشركات القطاع الخاص، لا، بيئة العمل نفسها أيضا ما هيئت لتحمل الصدمة. يعني على كل حال الأرض اللي تعطى من الدولة الآن للقطاع الخاص بإيجار رمزي، كلام قديم، إذا أعطيت أراضي في الستينيات أو في السبعينيات حق اللي يسمونه أو لبعض الأنواع الصناعة وكذا، كلام هذا كله قديم. اليوم يكفي ما في ضريبة أستاذ علي يعني على الشركات، ما في ضريبة. بس 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 اللي صار، الهزة اللي صارت 2008 راح نتكلم عنها يمكن بعد شوية، أراضي صحيح، الهزة اللي صارت هزت العالم كله، مو قشمرة. ما كان بالإمكان استمرار الوتيرة ذاتها، بعد عن هذا البنك المركزي كان أعطى تعليمات وتنظيم معين للبنوك بحيث أدى في نهاية إلى تقليل تدفقات السيولة داخل، لا في يعني منظومة من مشاكل اللي واجهها القطاع الخاص خلال 4 سنوات الماضية، لم يقدم أي إسعاف whatsoever من أي واحد. بس ما هو صحيح كلامك، ولا هو مقاطع لكلامك، ولكن يعني تكمل للموضوع نفسه، ألم تدعم الحكومة البورصة عندما يعني ضختها بأموال معينة، أموال يعني كنا نقرأ ونسمع ورئيس الوزراء يصرح والأمور هذه كلها في ظل الأزمة، يعني تعاونت الحكومة تضامن مع القطاع الخاص؟ لم تتعاون ولن تفعل أي شيء، اي شيء انا اقوله بمطلق هذا وتحمل مسؤوليته. حضرتك انت طبعا رجل اقتصاد وعارف هذا الامر، لم تقدم الدوله اي دعم whatsoever لاي جهه في منظومه الاقتصاد. فنرجع حق موضوعنا الاساسي. نعم تفضل. المشاريع الصغيره، المشاريع الصغيره ايضا اذا اذا اذا, إذا سيتم ممارسه العمليه اللي قاعد تتكلمون عنها، أنا حتى الآن ما أدري راح يصير مؤسسة مستقلة، هو الاستفادة من منظومة المؤسسات القائمة حاليا للتنسيق فيما بينها للقيام بهذه العملية اللي هو يسموه صندوق أو محفظة المشاريع الصغيرة أو تمويل المشاريع الصغيرة. لكن في حقيقة الأمر إحنا محتاجين إلى حاضنة لهؤلاء الشباب، بمعنى شاب لما يتخرج توه حديث لا يستطيع أن يدير عمل، ما نضحك على روحنا، إحنا يعني عارفين يسمونه، احنا شبابنا ما قاعد يدربون في الجامعه، هم قاعد يتعلمون في الجامعه، ما في ورش عمل. اي فاللي يتعلم في الجامعه
ينتهي الى مكان عشان يتدرب يتعلم هذا تأهيل. او على الاقل يعرف شلون صاير هذا، شلون يتحول العلم اللي خذاه هذا الى ممارسه فعليه. وبالتالي كنا قاعد نتكلم عن شباب مضى عليهم بين 3 إلى 5 سنوات في القطاع الخاص او عندهم تجاربهم الخاصه، نعم ممكن تكون هذه المشاريع يعني يحتاجون الى تمويل وتوجيه معين، لكن الداخلين الجدد لا يحتاجون الى حاضنه، جهه تحتضنهم، تحتضن صاحب الفكر، ويمكن حتى تعطيه بدائل المشاريع، تدرس مشروع او تقيمه وتقول المشروع هذا يمكن ما ينجح بس هذا مشروع ثاني ممكن ينجح. فبالتالي طبعا لا شك ان ليس لنا مفر من ذلك، يعني قصدي انا ما قاعد اقول انه مو لازم، لا هذا اساسي، لكن انا خوفي من اللي تفضلت فيه انت في مقدمه حديثك لما قلت ما راح يواجهون البيروقراطية والشروط والتعجيز هنا راح يواجهون. ولذلك الموضوع حقيقة يعني واضح انه مو ضمن رؤية، هي فكرة بروحها شيء معزل ولن تحيا في ظل الأوضاع. يعني استاذ علي حتى نبسط للمشاهد الكريم اللي يتابعنا البسيط، يعني بس اسم انه سوينا مشاريع صغيرة، يعني بس اسم ما في شيء آلي على أرض الواقع. انا اخاف من هذا، خوفي انه بالفعل يكون سوينا ويون شباب يعطونهم فلوس يروحون يخسرون في مشاريعهم، ما يقول لهم خسرتوا شو نسوي لكم يعني. ما طيب القطاع الخاص ليش ما يبادر بهذا العمل؟ ما يستطيع اليوم، يعني تعالي الحكومه اعطونا فلوسكم واحنا نبادر كلكم انتم يعني اهل الخبره واهل العمل الميدان. عزيزي التشكيك اللي تم في القطاع الخاص وكل حركه تجري في الدوله سواء من الحكومه او من القطاع الخاص او من اي طرف بان هؤلاء كلهم نصابين وحراميه، 10-15 سنه الحديث هذا عن هوامير وعن الحيتان وعن الثعالب وعن مش عارف ايش. الان الاصل هو الشك، مش الاصل هو حسن الظن. ولو وجد جهه او شخص او مجموعه او مستثمرين راغبين بالفعل في العمل تطوعي، العمل لله، العمل للبلد للوطن، ما حد راح يصدقهم. في التعبير الامريكي يقول اتس تو جود تو بي ترو، يعني ما واحد يقول لهم بنسوي كذي وبنساعد وكذا، نظرة الشك فيك. اي لا الاصل هو انت زين شو مصلحتك؟ زين في قوانين، في مجلس امه، في رقابه، في قانون خصخصه وافقوا عليه الناس، في قانون شركات جديد الان صدر من قانون يعني ايضا التاجر او رجل الاقتصاد او رجل اللي حاب يبادر، انتم كقطاع خاص يعني محاطين بقوانين تجبركم السير في خط معين. شوف اول شيء قانون الشركات الجديد هذا قضيه ثانيه ما له علاقه اطلاقا باللي قاعد نتناوله احنا. راح نتناوله بعد شوي. احنا قاعد نتكلم الحين عن محفظة المحفظة المالية المشاريع الصغيرة. أنا أتكلم عن التشكيك أبو عبد الله. يعني. بس هذه إذا ما تولاها الـ 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 الشخص الأمين واللي راقب بالخدمة واللي يبي هالشباب ينجحون واللي يسخر وقته كله هو والفريق اللي معاه عشان ينجحهم ويمكن كل واحد منهم يجتاز العقبات اللي تواجهه وينصحهم. أنا أقول إحنا مو محتاجين حق جهة تمول، وإلا يعني كان ممكن يعطى الأموال هذه حق أي بنك ويتولى التمويل، يحط شروط 1-2-3 تشيك ليست. هذا اللي حاصل. هذا لا لا مو هذا، مو هذا المطلوب. المطلوب هي إعانة، يعني الإعانة للإنجاح، لازم ينجح عشان ينجح. موجود هالشيء عندنا؟ لا ظل هالفلوس وهالدعم والدنيا ما في. أشك إن هناك آلية عشان تكون حاضنة للمشاريع، أرجو إن يكون ذلك يعني قائم. بس حقيقة حتى الآن اللي قاعد أشوفه أمامي ما في أي شيء يعني يدعوني التفاؤل بأن هؤلاء الشباب سيعطون الفرص النجاح، مش سيعطون تمويل. سيعطون تمويل أنا متأكد راح يصير، لأن هذا أوريدي في فلوس وموضوع لهذا الغرض. نعم. ولكن هل سيمنحون فرص النجاح؟ هذا يحتاج إلى منظومة أخرى غير اللي قاعد نشوفها أمامنا هذه. وأرجو أن تتاح فرصة يمكن لاحقا، ورشة عمل، جلسة يقعدون فيها ناس من الثقات الراغبين في المساعدة. الحل بس يعني نضع لهم ورشة. شلون نسوي هالمنظومة؟ أنتم رجال اقتصاد ما أكيد تلتقون مع الدولة، تلتقون مع أصحاب القرار، تشوفون هذه الأموال راح ترجع لصالحكم في النهاية. سيتخرج إلى السوق شاب عامل، شاب في قطاع الخاص. أنت الآن ترى قطاع الخاص الشباب أغلبه ترك القطاع الخاص وعاد إلى الحكومة مرة أخرى نتيجة عدم الاستقرار في القطاع الخاص. لا مو عدم استقرار. كيف نهيئ الشاب؟ أنتم كيف ما تقترحونه على الحكومة؟ مو عدم الاستقرار حبيبي، لما تجي الدولة وترفع المخصصات والأجور إلى درجة تصير أكثر من رواتب القطاع الخاص. إحنا كان دائما نرى من يوم أنا وعيت على اشتغلت من سنة 79 وفوق، إحنا قاعد نعرف اللي يشتغل في القطاع الخاص ياخذ مرة إلى مرة ونص إلى مرتين اللي ياخذه في القطاع الحكومي. وبس كذي،
ثم ترقي وتقدم الوظيفي يكون أسرع بشكل يعني بعد سنة سنتين ثلاثة، بعدين الكويتي اللي في الحكومة يأخذ 10 دنانير كل سنة اللي هي العلاوة، هذا يروح يمكن يأخذ 50 100 200. صحيح. بعد 5 سنوات 6 سنوات تشوفهم يعني ما في مجال مقارنة. اللي حصل إن في السنوات 7 إلى 10 الأخيرة زيادة الأجور في القطاع العام بطريقة أضحت، يعني أضحى العمل في القطاع الخاص منهك مجهد، وفي الحكومة مرتاح. يمكن ما تداوي يعني حقيقة ما اشتغلت هناك عشان أعرف، بس أدري إن كثير من الناس يشتغلون هناك ما يؤدي العمل، ما حد يعاقبه، ما حد كذا، فيقول إن شاء الله حد يعني أروح أشتغل مكان ثاني أخذ أكثر أو كثرة. بالحوافز اللي قدمت خلال 7 8 سنوات الماضية يعني الأجور أصبح في القطاع العام أكثر من القطاع الخاص. يمكن هذا هذا سبب. السبب الثاني إن الشركات عشان تشتغل، أنت مشكلة أنت في البلد ما عندك لا هيئت الظروف لصناعة، ولا هيئتها لزراعة، ولا هيئتها لقطاع خدمات، وصاك البلد من 20 25 سنة كان الدخول للكويت من 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 7 المستحيلات، وحتى لما صار متاح إلى حد ما أيضا صار يعني بس مو بلد سياحي، ولا عندك خدمات تقدمها، ولا عندك يعني الناس تيجي تستانس هنا عندك. فبالتالي أصبح القطاع الخاص بالمفهوم إما شركات تجارة ومقاولات ما في حكمها، أو شركات تعمل في مجال الاستثمار، وهذه قدرتها الاستيعاب العمالة محدودة. وفي الفترة الأخيرة من سنة 2008 لغاية اليوم قاعد تكسر هذا القطاع. نعم. يفقد عمالة. قصدي هذا الوضع اللي موجود، مش إن القطاع الخاص قاعد يعني يطرد عمالة الكويتية، لا، بس كان يعني قدرة الاستيعابية محدودة، والبلد قاعد تغريهم باتجاه المعاكس. نعم. إذن أيضا في هذه الفترة اللي هي من 2008 الأزمة اللي مر فيها القطاع الخاص، شاهدنا على أرض الواقع شباب يعني تم الاستغناء عنه في القطاع الخاص، ومن رفع قضية ومن يحتاج إلى أجوره، والحكومة تحملت نفقة هذه الرواتب وقالت أنا راح أدفع رواتبهم كذا. إذا القطاع الخاص أيضا تعرض إلى أزمة اقتصادية. صحيح. وهذه الأزمة أثرت وانعكست على العمال، لذلك لا يستطيع أن يثق في القطاع الخاص الشاب الكويتي، يقول والله ما في استقرار، هذه الكلمه موجوده عندهم. صحيح. والله صحيح. ما في انا اضمن الحكومه. صحيح. مثل ما تفضلت حضرتك. صحيح. ان الراتب نفس الراتب ومساوي وموازي. بس ما يتعلم شيء في الحكومه. حلو. ما يتعلم شيء في الحكومه، ليش ما يتعلم شيء؟ وليش ما يعلمونه؟ وليش ما يضعون ورش؟ شنو المنظومه اللي ترونها كاقتصاديين؟ بعد الفاصل اسمع اجابتك. بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل مشاهدينا، مستمرين معاكم ان شاء الله، وراح نرجع مع رجل الاعمال الاستاذ علي الزبيد. طبعا راح نتابع معاكم الان مشاهدينا الكرام فيلم في طائره، كان استاذ علي في رحله وشاف هذا الفيلم يعني، وبنى عنده وجهه نظر معينه، غير في وجهات النظر، في اتخاذ قرار معين، في امر معين، يعني لخص له احداث كانت تهم كل شخص فينا، وبالدرجه الاولى تهم رجل الاقتصاد ورجل الاعمال. شنو هذا الفيلم؟ خلينا نشوف منه لقطات او برومو معين ونرجع لكم ان شاء الله. Continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want to. We are watching this tsunami coming. They were having massive private gains at public loss. The financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? Does that bother you as a hypothetical? No, this is real. What do you think of Wall Street incomes these days? Excessive. By 1986, he was making millions of dollars and thought it was because he was smart. Chuck Prince famously said, we have to dance until the music stops. Actually, the music had stopped already when he said that. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers, they're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. So these guys know that they were doing something dangerous? أستاذ علي، شنو موضوع هذا الفيلم اللي تابعته بالطيارة؟ في الحقيقة كنت في منتصف أو كذا عام 2011 أو نهايته، كنت مسافر على الإماراتية، والله ما يحضر وين رايح، لندن ولا غيره.
فحطيت شفت اسم فيلم جاي كذا جوب خلي اشوفها. حطيت الفيلم فلما شفت حقيقة استغربت من الأحداث. باختصار الفيلم يتكلم عن الأزمة المالية العالمية اللي صارت سنة 2008، وطبعا وصل الفيلم إلى أوباما، يعني حتى أوباما كان على الرئاسة يعني ها. وكان يتكلم عن شلون بدت في حال في المسألة وشلون كبرت وكذا، وبين أن حجم الكوربشن يعني أو الفساد في منظومة الاقتصادية ومنظومة الأعمال في الولايات المتحدة شيء مهول حتى على مستوى الجامعات هارفارد وغيرها، وان والمؤسسات اللي تسوي الريتنج او تطلع التصنيف الائتماني وشركات التامين الكبرى، يعني لا كان فساد. والمشكل ان هؤلاء اللي كانوا مفسدين في العاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص وذاتهم اللي كانوا مقابلهم العاملين في الجهاز الحكومي، بعدين بعد ما طلع كلينتون ويا بداله اوباما وكذا، هم نفسهم اللي كانوا مخربين القطاع الخاص يو صاروا مستشارين وتنفيذيين في لا يعني كان يعني قاعد يبين لك انه في شيء خطا قاعد يصير، شيء شيء مهول هي مهول. وحقيقه هذا انصح فيه كل واحد يبي يفهم اللي صار يشوف هالفيلم، ضروري جدا حقيقه. وحتى احنا انا اول ما رجعت فتوقعت ان الفيلم متاح يعني طلع في مكان ما تشتريه حتى لو فلوس ما عندي مشكله، فكلفت احد الاخوه في العلاقات العامه قلت له شوف لي هالفيلم، دار على قولتهم داخل سبع دوخات على قولت المصريين ما طلع، قال موجود. قلت شنو موجود انا شايفه؟ المهم لما احد الاخوه جزاه الله خير كذا مني من نقطه عليه، فسوينا منه كابيز او نسخ، ودعيت كل رؤساء الشركات الزميله والتابعه اللي عندنا كل رؤساء التنفيذيين وعرضنا الفيلم امامهم ها، وقدمت عرض بسيط حقه، بس قاعد اقول لهم ترى هذا اللي صار. وحقيقه انا ما شاهدته بعد ذلك من يابوليا قبل لا ادعو الى هاللقاء، ما شاهدته مره، شاهدته يمكن 7 أو 8 مرات، لان شاهدته بتعمق بفهم شلون يعني اكو اشياء تصدمني، يعني شلون جامعه هارفارد تطلع تصنيفات وتطلع هالتصنيفات خرابيط، او ان دكاتره اساتذه اللي عندهم اللي واو يسوي محاضره في مكان ويمدح ناس سوري حراميه، يعني مو قادر اصدق يعني. فقاعد اشوف اللقطه مره ومرتين، خاصه اني قاعد اسوي مقابلات حيه مع هؤلاء، قصدي هو ما الفيلم هو فيلم باختصار وثائقي مش نعم. مش أو توثيق مش فيلم اكشن معين. مش فيلم اكشن بس فيلم وثائقي بس بطريقه يعني بس حضرتك اقتنعت فيه فعلا في مبررات حقيقيه يعني في هذا الفيلم، إن في كوربشن كبير يعني كبير في العالم وعليك أنت لما تطالع الأشياء ما تشوفها كذي كما هي، مو مثل ما تلمسها، لازم تروح تتحسس بالأشياء، تستخدم حواس أخرى عندك، مدارك أخرى، معارف أخرى عشان تعرف الحقيقة اللي أمامك. شنو أضاف لك رجل أعمال رجل اقتصاد؟ بس خلاني يعني أكثر حذرا وأكثر توجسا، وما أخذ كنا أنا أقول لك يا بأمان، أنا خريج مؤسسة مالية إسلامية، كل شغلنا وكل ثقافتنا كانت باللغة العربية. نعم. فكان لما يقول لك ديريفيتيفز ومش عارف 4 أو 5 كلمات إنجليزي، والله كنت أضمحل كذي، أحس إني إحنا صغار ما نفهم شيء، هذول قاعد يتكلمون، وطلع هذا كله كذب بكذب وعبارة عن تلفيق وتركيب، ونفس اللي هو عبارة عن الربا المضاعف بالربا المغطى مغلف كذي يعني ها. فتبين كله خرابيط، بس كان يعني تخيل لو انت واحد طبيب دارس في بغداد وكله باللغه العربيه مثلا، او في مصر وكله باللغه العربيه، ويجي له واحد من المانيا ولا من امريكا وكذا يكلم 4 أو 5 كلمات انجليزي، هذا يسقط في يده ما يفهم شو والله حاطه، ويعتقد انه ما يفهم الطب شيء. نعم. احنا كنا في مجال الاعمال، اتكلم عن نفسي على الاقل، كل لما يجونا بعض الاخوه اللي او الاخوات يتكلمون في 4 أو 5 كلمات انجليزي وكذا، كنا نحس انه لا احنا يعني ما، لان احنا ما نعرف قضيه ان يعني ان الدين يتغلف مره ثانيه بدين مره ثانيه، وينحط بباكينج وينباع بطريقه ويصير الدين الخربان احسن دين ها، وينباع باعلى قيمه ما ترهم، بس سمها مثل ما قال يعني اللي لازم واحد يشوف الفيلم عشان يعرف، الفيلم ساعتين ونص يعني مو قشمره، ولازم واحد يكون لغته قويه او يقدر يفهم يعني يقدر الترجمه بسرعه. نعم. او يسوي يعني ستوب وكل ساعه يتوقف ويقدر يطلع مره ثانيه، بس نعم. بس يبين لك باختصار. نعم. عالم الاعمال، عالم السياسه، وعالم النفوذ كلهم مخترقين، فيهم فساد، انت عليك ان تعمل. وحقيقه هذه شفتها في عيني ولمستها وعشتها،
اعمل لله سبحانه وتعالى وسوي الخير وقطة بحر وبس، ما لك شغل يجيك هناك يجاب لك بروحه. صحيح. المكافأة تأتيك إن ما جدك في الدنيا تأتيك بالآخر، بس في الدنيا ربي سبحانه وتعالى يعوضك يقينا يعني. وشفتها مع كثير من الأخوة اللي مشوا في هذا الطريق، وشفت العكس مالها مع كثير من الأخوة اللي مشوا في الطريق الآخر. نعم يعني. منك ذكرت الأخوة، هذه الصورة في أحد منهم من الأخوة والأصدقاء؟ لا هذول يعني على مستوى البزنس ولا واحد معي في البزنس يعني، هذول كله أخواني وزملائي لما كنا في حضرتك في أي واحد معهم بالصورة؟ أنا أول واحد في الوجه يعني. إيه أول واحد. وبعدين خلفي الأخ عيل العليمي وصلاح إزديراوي وعبد الله السندان أعتقد هذا، والدكتور العصفور. وين في ماخذين هالصورة؟ في بر صليبية الصبية ما أدري وش اسمها والله. طالعين صبيحية صبيحية. إيه طالعين شباب خذونا ورحنا معهم يعني سمون. الآن لما كنت في مرحلة البدايات والتوظيف والوظيفة وموظف، ومن ثم تطور معك العمل والفرص وانتقاء هذه الفرص وانتهاز هذه الفرص بطريقة بعين الخبير، والآن أصبحت ما أصبحت عليه بفضل من الله عز وجل ومجهودك الذاتي، أنت لست مدعوم من جهة معينة ولا مدعوم من شخص معين ولا تعود لأب أو والدة ميراث معين، عدل أستاذ؟ صحيح الكلام؟ لا صحيح. يعني كافحت وناضلت واجتهدت والله سبحانه وتعالى كافك نتيجة هذا الجهد اللي أنت بذلته وهذه الخبرة. طيب السؤال، هل تغيروا أصحابك؟ هل فعلا مثل ما نسمع والله المال الواحد اللي صارت معه ما شاء الله خير لضيق الوقت يعني وين يلاقي ربع اللي قبل يتغيرون عليه أو هو يتغير عليهم، ناس أخرى تتملق وتتزلف للوصول لهذا الشخص، كيف رأيت حياة المال؟ شوف عمي طبعا ما في نادي أو مكان يجمع فيه اللي عندهم فلوس اللي ما عندهم فلوس، مو كذي الحياة يعني، الحياة أبسط من كذي بكثير على الأقل فيما يتصل فيني أنا يعني. بس في 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 مسألتين ودي أوضحهم. المسألة الأولى أن أنت في تدرجك في الحياة شئت أم أبيت في كل مرحلة عمرية راح تصادق أو تتعرف على ناس أو كذا، ففي ناس جدد يعني يمرون عليك في حياتك، وقليل منهم يعلق فيك يصير صديق يعني. أن تتعرف على ناس يعني، شوف أنت لازم نكون إحنا أمين مع أنفسنا. الشخص اللي يعمل مثل أنا اللي يعمل بين 6 إلى 10 ساعات 12 ساعة مرات في اليوم، ها في ما مضى أيام ها النشاط، فأنت قاعد مع الناس اللي معاك في عملك تقعد معاهم 10 ساعات، ما تقعد ماكو كائن من كان لا أب لا أم لا أخ لا ابن لا زوجة تقعد معها، قصدي قاعدين مع بعض تسولفون تشتغلون تقومون تقعدون مع بعض هالمدة الزمنية في اليوم مستحيل. فلذلك تتكون صداقات، ومعظم الصداقات تتكون صداقات عمل. لكن فيما يتصل فيني أنا كل أصحابي اللي كانوا معاي في السبعينيات في السبعينات من القرن الماضي اللي هم زملائي في الجامعة وزملائي بدايات العمل وكذا، كلهم هذول اللي كانوا أصدقائي هم نفسهم أصدقائي اليوم. لكن هذا ما يعني إن مو في مرحلة أخرى من حياتي التقيت مع يعني نخبة من علقوا معي في 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 مسيرة حياتي العملية وكانوا أصحابي وأصدقائي وما زالوا معي كأصدقاء وأصحاب. لكن على سبيل المثال عشان أبين لك يعني مدى قربي أو هكذا يعني أظن من أصدقائي القدامى، يعني الديوانية الوحيدة اللي أعرفها واللي أرتادها بانتظامي ديوانية الأخ عيل العليمي في العديلية. شفناها بالصورة. كانت هاي ديوانيتنا في 74 لغاية اليوم هاي ديوانيتنا. الله يجمعكم على الخير والمحبة إن شاء الله والعز والمعز يا رب. شنو تنصح شباب الكويتي؟ يقول لك والله أنا ملاقي فرصة وما في فرص بالفعل متاحة، ويا أخي مالي أنا بالتجارة خليني أستانس كم فلس اللي عندي يعني ما أقدر، وين استثمرها؟ يروح علي حلالي وأنا ما أقدر. هل عندنا استثمار حقيقي في الكويت الآن؟ هل فعلا الكويت بيئة اقتصادية جاذبة؟ شوف أي مكان في ختام هذا اللقاء، أي مكان في الدنيا، أي مكان في الدنيا هو مكان مناسب للاستثمار. لو تقول اليوم في دولة مثل إيران مثل العراق مثل أمريكا وأوروبا وأفريقيا، كل الدول بالنسبة لبيئتها وأبنائها هي مكان مناسب للاستثمار، هذا أول قضية. وإن تتاح فيها فرصة للعمل والنجاح في كل مكان، في فرص العمل والنجاح لمن يشاء. لكن أيضا لا ننسى أن مو بس رغبتك أنت أنك تنجح وتعمل في القطاع الخاص، مو هذه هي العملية، هي مجموعة عوامل ربي سبحانه وتعالى يأمن لك إياها، بعضها متصل في بيئتك أنت ذا مرتاح يعني، قصدي أهلك وأسرتك مرتاحة يعني متوسطة ماديا أو أكثر متوسطة، وبعدين ما يشجعونك على المجازفة، وتلقى لك أحد يوظفك في الجهاز الحكومي يعطيك أجر عالي
ماشي، بس قصدي يعني صعب اني اشوف هذا الواحد من الناس انسان مثل هذا ينتقل بروحه حق القطاع الخاص، يصبح هذا يمشي عكس التيار. صح. بس احنا ودنا ان الشباب هو يعرف ان الفرص الموجوده لا محدوده. ابسط شيء اليوم يعني الشباب، بعض الشباب اللي بدا بعض المشاريع الصغيره، بعض المشاريع الصغيره بجهدهم الذاتي او بدعم من اهلهم او غيرهم، لازم يعرف ان في معوقات راح تواجهه، يخسر في شغلة، يربح في شغلة، يحصل شريك مخولف يأذيه، نعم. بنك يعرقله، يعني بس لا تتوقع أن الأمور تكون يعني مبسطة ومسهلة وبسيطة، تحتاج إلى صعاب ومكافحة وكفاح. دائما نعم. في شيء في الشرع ينقال له الغنم بالغرم، وفي الاستثمار أو في الحياة المجازفة بالربح. نختم في هذا الجمل، بارك الله فيك وشكرا لك، ونشكرك قبولك هذه الدعوة مرة أخرى. نسأل الله التوفيق لك وكل شاب طموح وكل فتاة طموحة في هذا المجال، ويرزق الجميع يا رب يا كريم. كل شكر لك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية الأستاذ علي الزبيت، كل شكر لك. جزاكم الله خير، الله يكرمك ويبارك فيك. الله يسلمك. إذا مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم على المتابعة. نتمنى أنكم استفدتوا من هذا اللقاء وهذه الحلقة الاقتصادية. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.